لذلك الآن يضغط يسجل الثاني كايو كانيدو. كايو كانيدو هو اللي أطلقها بعد أن استخلص من أمام إريك وضعها في الشباك. ضغط كبير كان من كايو ضجل اللاعب كايو كانيدو لبسه من أمام محاولة وصل التعديل لابا لابا سيونج يحاول فيها تخلص من أمام عادة مرة أخرى تمريرة في الجهة اليسرى إلى سفيان رحيمي 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 حاول لكن سيونج يخلصها وصح من القميص رقم 10 الثنائي اللي ينتظر تنفيذ الكرة القادمة كرة ثابتة ضربة حرة مباشرة هذا لاعب سيونج وتدخل على رجل القارة الأول في هاي الليلة حتى ينفرد تمريرة في الأمام محاولة حذف المدافعين وصلت أمامية لكن أيضا الكرة تتخلص هذه خطيرة خطيرة المحاولة لكن الكرة بتعدي الكرة بعدها وخلص من أمام اللاعب لابا كوتو إلى ركلة ركنية حسام عدد عيسى تطويلة أمامية عادة مرة أخرى إريك يستلمها إريك لعب الكرة أمامية إلى سفيان 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 والمحاولة نقلها عرضية الكرة في أرضية الملعب كرة تعود الآن محاولة لمسة اللي وسط الملعب عادة مرة أخرى اللي سفيان رحيمي اللاعب اللي عنده الكرة الآن مسجل ستة هذه تمريرة أمامية محاولة إلى ليما يا عيني يا ليما يا حبيب ناتية في شباك العين ليما يضرب بقوة في هذه المباراة ليما وضربة أخرى أيضا كانت مؤلمة كانت أليمة على نادي العين ثلاثية للإمبراطور الوصلاوي الفهود يظهر يا نادر يحيى إلى إريك إريك بتمريرة في جهة اليسرى إلى سفيان سفيان بتمريرة إلى سلمون سوسو الكرة تتخلص المحاولة عاد واستعادة للأمير لكن يحيى يخرج بشكل ممتاز إلى سفيان سفيان والكرة العرضية بينما نادي العين أجرى تغييرين الكرة ملعوبة الآن محاولة تمريرة لكن تتخلص عادت مرة أخرى لمسة فلاسيوس لعب الكرة طويلة لإريك إريك نزلها حلوة التسديدة والمحاولة بالرأس عادت المتابعة فيها إبعاد تنتظر المشاركة في الملعب كرة تمريرة محاولة تسديدة لكن حارس المرمى حارس المرمى للمباراة المرافق والجاهزية في كل الأوقات ملعب الاستضافة كأسيني صاحب السمو رئيس الدولة وبعد ذلك النهائي اللي جمع العين مع نادي يوكوهاما جاهزية كاملة لهذا الملعب تمريرة في جهة اليسرى نقلة فلاسيوس لعيب 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 يا فلاسيوس يا سلام تمريرة محاولة خطيرة لكن الكرة تتخلص شوف اللقطة شوف اللقطة واحدة واحدة أخذنا واحدة أخذنا واحدة سيونج سيونج في اللقطة الماضية أخذنا واحدة ما بين الأقدام من هذا الساحر الأرجنتيني الجميل إلا فلاسيوس فلاسيوس نقلها لسوفيان نقلة ومحاولة إلى ليما ليما يحاول ليما استلم كرته ليما يبحث عن زميل ليما مضغوط عليه تمريرة حلوة من ليما الكرة الخطيرة كايو يا سلام بديل الناجح اليوم دفع به المدرب كأساسي بهذه الليلة يسجل هدف رابع رباعية وصلاوية قاسية على بطل آسيا قاسية على العين أربعة لبطل الثنائية وحاول سفيان رحيمي رحيمي غير الاتجاه بدون عنوان بدون عنوان الكرة راحت والمقام كايو فرصة الخامس كايو نقلة إلى ليما تسديدة لكن حارس المرمى شاطها والهاتريك لكن حميد تصدق العين ما فاز في آخر خمس مباريات على أرضه في دوري أدرك فقط في موسم 2010-2011 خاض ست مباريات دون أن ينتصر ودون أن يحقق أي فوز في دوري المحترف هذا خلال خمس مواجهات بقميص أيضا العين في مرمى الوصل الكرة بتعود الآن محاولة لمسة إلى كاكو تسديدة راحت إلى ركلة الزاوية تنفيذها اللاعب كاكو نقلة عرضية عالية المحاولة بالرأس خطيرة المتابعة وتسديدة وهذا بالتقليد شباك نادي الوصل وأول أهدافه في هذا الموسم مع نادي العين فارك وصلت الكرة على طبق من ذهب تابعها بالشباك بعد أسيست من كوماري ونهاية كانت من فارك أعاد الفارق إلى ثلاثة أعاد الفارق إلى ثلاثة وهو يلعب بعشرة لاعبين يحاول أن يعود بريمونتادا تكون تاريخية كما تسعة أيام فقط حسم بطولتين تمرير أمامية محاولة لكن أيضا الكرة تتخلص هذه وتبعد مرت وعادت إلى رمية تمام تقليص آخر منقولة عرضية عالية من كاكو الرأسية لم تأتي عادت إلى سفيان سفيان سقط حكم مرة يمر بالاستمرار
ايضا العناصر المهمة هذه الكرة وهذه اللقطة. وهنا سفيان حاول انه يمر، هل كان هناك اعتراض في اللقطة الماضية يستدعي ركلة الجزاء مع ان الكرة الماضية كان فيها احتكاك عادي. حكم المباراة تلعب الكرة بالجهة اليسرى الى سفيان رحيمي والمحاولة رحيمي والانطلاقة رحيمي الحكم يلعب الكرة الى بلاسيوس، بلاسيوس بتسديدة لكن حارس المرمى الوايوس، بلاسيوس بتمريرة لسفيان رحيمي، سفيان يعود بالكرة الى إيريك، لمسة في الامام، محاولة عن طريق اللاعب بارك ثم لمسة في الامام في الكرة الاخيرة، هذا سفيان رحيمي والخطأ اللي يحتسب لمصلحة اللاعب سفيان رحيمي على لاعب السيون. قبل ذلك مرات عديدة سفيان سددها، سفيان بعودة لبندر، بندر بتسديدة عادت الى سفيان، سفيان سددها يا عيني يا سفيان، يا سلام يا سفيان، سجل هدف التقليص سفيان رحيمي قاسي مرة اخرى في البطولة المحلية، سفيان رحيمي يسجل هدف الاول في هدفه ثامن اهدافه، رجل القارة الاول، رجل القارة الاول، هذا ساهم في زعامة اسيا مع نادي العين، رجل القارة الاول سفيان يسجل الان هدف التقليص الثاني، تحسن بعد ان تغيرت التشكيله، كرة تعود الان الى سفيان، سفيان بتسديده واحد ضعيفه الى بندر، لك الكره الى ضربه مرمى، الى ضربه مرمى، نعم هذه التوليفه، هذه الاسماء، هؤلاء اللاعبين، هذه التشكيله، بندر لف على نفسه، بندر يبحث عن زميل لعبها الى سفيان، رحيمي والمحاوله في التماس في الكره وفي اللقطه الاخيره، سفيان رحيمي بالكاب، حلوه هذه لبلاسيوس، بلاسيوس والكره، بلاسيوس والمحاوله، بلاسيوس بتمريره منقوله الان، محاوله عرضيه خطيره على الطائر، يا سلام لكن الكره تتخلص، الكره تدخل زميل في اللحظات الاخيره، كره اماميه، لمسه الى سفيان، سددها سفيان من لمسه واحده.